بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مساء الفل والجمال على حضراتكم جميعا. واضح أن يويله ويسواد ليله اللي جمهور الزمالك يغضب عليه، تقريبا كده واضحة يعني. لعنة الغضب الزملكاوية بتصيب كل اللي بيمشي من نادي الزمالك بشكل بيزعل منه الجمهور، بيزعل منه الناس. ده يعني اقرب مثال نقدر نقوله على ابو جبل. مشكلة ابو جبل دلوقتي في مع النصر السعودي، القصة يا جماعة ما بينهم وصلت ان الاتنين حاطين لبعض العقدة في المنشار. والله زي ما بقول لحضرتك كده، الحدوتة كلنا عارفينها من البداية لما ابو جبل قرر انه يخرج من نادي الزمالك من بوابته الصغيرة، راح تعاقد مع النصر السعودي وقبض مقدم تعاقد لغاية هنا وحلو قوي. جه النصر السعودي بعد كده قيم الصفقة، لقى ان القصة بالنسبة له مش هتبقى يعني مردودها الفني كبير، فاتعاقدوا مع الكولومبي اوسبينا، وبالتالي ما عادش النصر السعودي في حاجة لابو جبل اللي قبض مقدم تعاقد. فاتفقوا البداية الاتنين مع بعض ان ابو جبل يطلع اعارة من النصر السعودي للنادي اللي يعوزه ابو جبل. رجع بعد كده النصر السعودي قال له لا، مش النادي اللي انت تعوزه، لا النادي اللي احنا نعوزه احنا الاتنين يعني. وبناء عليه ظهرت هنا بعض الاتجاهات ان ممكن جدا تلاقي ابو جبل اعارة لنادي مصري السنة الجاية. والله زي ما بقول لحضرتك كده، ايه ده يعني؟ ممكن تلاقيه حارس المرمى الاساسي للبنك الاهلي، وارد جدا. طب ليه يا سيدي؟ اذا كان البنك اصلا بيدور على مدرب، ايه ده ممكن يبقى الحارس المرمى بتاع اسوان؟ امال ايه ده؟ هيثم عرابي اتكلمنا مع بعض قال لك في 17 لعيب هيمشوا و14 لعيب هييجوا. طبعا ابو جبل لما سمع حاجه زي كده، عرف زي حاجه زي كده، قال لك لا 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 لا، مش طالع اعارات. طب هنوصل مع بعض لغايه فين؟ لما الامور وصلت ما بين الاتنين لسكه مسدوده، النصر السعودي قال له طب خلاص انا عندي فكره كويسه، حلال عليك يا سيدي، مقدم التعاقد وكل واحد فينا من طريق. ابو جبل قال له لا، ده احنا لو هنفض العقد يبقى انا عاوز قيمة عقدي بالكامل. وهنا اتحطت العقدة في المنشار من ابو جبل للنصر السعودي، اللي بدوره رفض النصر السعودي كل محاولات الحارس لحلول ودية، ودية العقدة في المنشار بتاعة النصر السعودي. هننتظر الأيام القادمة إيه اللي ممكن يحصل لأبو جبل. في المقابل الناحية التانية، مصطفى محمد فلوسه دخلت نادي الزمالك. نادي الزمالك كان له 4 مليون دولار، دخلوا ناقصين 200,000 دولار. حلو. في بند في الاتحاد الدولي بيقول إن 5% من قيمة انتقال اي لاعب من سن 12 سنة لسن 23 سنة بتتوزع على كل الاندية اللي لعب فيهم العهد اللاعب. حلو برضو، يعني بتتكلم في ان 5% بتوع ال 4 مليون دولار يبقوا 200,000 دولار. جميل، هيتوزعوا على كل الاندية، الزمالك وطنطا ودجلة وكل الاندية اللي لعب فيها، تقريبا الداخلية تقريبا يعني اللي لعب فيهم مصطفى محمد. نادي الزمالك عاوز يشتكي جلطة سراي، انما مش بقيمة ال200,000 دولار، انما بقيمة ال500,000 دولار الغرامة بتاعة التأخير اللي المفروض جلطة سراي يدفعوها. وبالتالي ادارة الكورة في نادي الزمالك بتجهز ما يفيد طلبهم وحصولهم على حقوق نادي الزمالك من ال200,000 دولار زائد ال500,000 دولار غرامة التأخير. واضح ان بيراميدز داخل في مشكلة مع اتحاد الكورة. بيراميدز داخل في خناقة
مع اتحاد الكوره المصري، وهيصعد خناقته ديت او مشكلته ديت للاتحاد الافريقي. سبب الخناقه الاربع فرق اللي بعتهم الاتحاد المصري لكره القدم اللي هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. واحد هيقول لي يا عم انت صلي على النبي، ده بيراميدز من ضمن الاسماء اللي باعتهم اتحاد الكوره انهم يلعبوا في افريقيا. هقول له ايوه صح، هو باعت بيراميدز وفيوتشر الاثنين يلعبوا كونفدراليه ثالث ورابع يعني. طيب امال بيراميدز عاوز ايه؟ لا، بيراميدز النهارده في المركز الثاني بيدبدب ورا نادي الزمالك اللي في المركز الاول، الاثنين لاعبين 25 مباراه، في فرق ما بينهم هما الاثنين 4 بونت، وبالتالي الدنيا بقت قريبه قوي ان ممكن بيراميدز يكسب دوري عام. اه والله ممكن جدا يكسب دوري عام. ايه ده؟ يعني يكسب دوري عام والسنه الجايه يلعب كونفدراليه؟ طب ده كلام، ده معقول؟ لا طبعا. ولذلك هو بيدافع عن حقوقه، خاصه ان تعليمات الاتحاد الافريقي وصل للاتحاد المصري بتقول له ان اخر موعد ليه انك ترسل الاربع فرق اللي هيشتركوا في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه يوم 31 يوليو الجاري اللي هو اللي احنا فيه. وبالتالي الميعاد دوت ممكن جدا تلاقي بيراميدز موجود اول او تاني دوري عام، وبالتالي هو اللي يشترك في دوري ابطال افريقيا مكان الاهلي او الزمالك. ممكن يخش معايا على فكرة كمان في نفس السياق دوت سموحة او والبنك الاهلي والجيش. ليه؟ لان الثلاث فرق دول لو مشوا على نفس مبدأ بيراميدز فهم ممكن جدا يخشوا رابع. سموحة رصيده 39 نقطة زيه زي فيوتشر بالظبط، والاتنين لاعبين 25 لقاء، فرق الاهداف بس هو اللي مخلي فيوتشر الاعلى. البنك الاهلي والجيش الاتنين من 25 مباراة 37 نقطة، وبالتالي فرق نقطتين بس ما بينهم وما بين صاحب مركز الرابع فيوتشر، وبالتالي لغاية 31/7 لو فيوتشر وقع له في مباراة ولا اتنين والجيش البنك سموحة كسب مباراة او اتنين صعد للمركز الرابع، وبالتالي في التوقيت اللي حدده الاتحاد الافريقي يبقى يلعب في الكونفدرالية. هنشوف كل المشاكل دي هتوصل لغاية فين. موعدنا بكرة بمشيئة الله تعالى، تابعونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.